من فطرة الناس حب أشيائهم سليمة، فلا يحب الإنسان أن يكون ثوبه ممزقا، ولا يحب أن يكون هدم في بيته أو خلل. لا يحب في متاعه إلا أن يكون سليما قويا متينا. ويحب لماله الكثرة، ويكره النقصان. كذلك يحب لنفسه أن يكون صحيح الجسم معافى. فإن أصيب الإنسان في نفسه أو في متاعه أو ولده أو زوجه سارع إلى الإصلاح، حتى يكون الكرسي سليما والدولاب والحائط والأسنان والأنف والبلاط والبناية والفيلا والمصنع وهكذا لدوام الحياة. يحب أن يكون هنيئا في حياته بين أشياء طيبة. فإذا كان هناك عطب فكر واهتم، بل وأصابه غم إن تأخر العلاج أو تأخر الإصلاح. وكلما كان الشيء يسيرا وأصلح كان هناك يسر في ذلك، أما إذا اشتد الأمر فإنه يحتاج إلى كلفة وإلى تعب. أيها المسلمون، هذا هو الاهتمام بالحياة الفانية العابرة، فجسدك سيورى في التراب بعلله وصحته، وستترك متاعك قل أم كثر. هناك أمر خطير وقد فهمه الناس خطأ. ما يصيب المسلم من ذنب وما يقترفه وما يصيب الأمة وما تقترف، ذنوب في بدايتها خطر وإنذار، وفي تمكنها شر ووبال. وقد علم الله الأمة، علمها كيف تنتبه في البداية. إذا أصاب المؤمن شيئا من ذلك، أيها المسلمون، جهالتنا شديدة وغفلتنا واسعة، والأمر لا يحتاج إلى مؤلفات ولا إلى مؤتمرات ولا إلى كثرة حديث. لقد استمعتم أو قرأتم كلمة الاستغفار أو كلمة المغفرة، وعندما
تستمع هذه الكلمة أو يستمع إليها، ذهب الناس بأذهانهم إلى المسابح وسبحوا عددا، ثم انتهت المسبحة وانتهى الأمر إلى هذا الحد وطويت ووضعت في مكانها، وتوهم المسلم توهم أنه قد عولج وأصبح في عافية من أمره وقد غفر له بمجرد هذا العدد وما ينطق اللسان. كم من مسلم يستغفر، وكم من مسلم بلغ في عدد الاستغفار مبلغه إلى 100,000 بل إلى ملايين، والحال كما هو لم يتغير. إذن هناك قصر في نظر القرآن، قصر فهم وقصر بصيرة. فاكتفى الناس بالنظر في الآيات وبالأيدي في المسابح وانتهت القضية إلى هذا الحد. وعندما نجد البلاء يزداد يوما بعد يوم أو ساعة بعد ساعة، فهناك علة لم تدرك ولم تعالج، وعدم فهم المغفرة وعدم فهم الاستغفار. فالمغفرة نعمة الله الكبرى، والاستغفار طلبها. فكما يقول علماء اللغة، السين والتاء للطلب، والمغفرة نور ورحمة ونصر وتأييد وإقدام وعزة ونعيم وراحة. المغفرة شريعته وما يتبع فيها، والمغفرة جزاؤه وما يتجمل به على من يطلب المغفرة. فهناك شيء عظيم وهناك طلب له، فالطلب يقتضي الوعي ويقتضي الانتباه، أما الاستغفار بهذه الطريقة وليس هناك صحوة في نفس المستغفر، وليس هناك ذكر لعيوبه وما يقترف، فهناك انفصال بين المغفرة وبين طلبها. المغفرة تحتاج حياة قلبك عند طلبها، وإلى ندمك وبكائك. المغفرة تحتاج إلى معرفة نفسك أمام حضرة ربك. المغفرة هي يقظة الهمم في داخل نفسك حتى تصلح ما فيك من عيب. المغفرة أمل يترقبه المستغفر حتى يحقق له. فكم من مذنب يستغفر وهو مذنب ولم يعلم أنه في ذنب، وذهب إلى بيته أو ذهب إلى عمله الذي يرتكب فيه الذنب ولم يقتلع ولم يمتنع ولم يبتعد، فأين الطلب؟ أين طلبك؟ وماذا تطلب؟ إنك إنسان واهم. وكم توهم المسلمون في عهدهم المتلاحق توهموا القرآن، وكان الوهم حاجزا بينهم وبين التدبر فيه،
أيها المسلمون، البداية علم، لأن المغفرة علم يجب على المسلمين أن يعلموه في بداية العهد وفي الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام وللسيدة حواء عليها السلام. منع أن يأكل من شجرة ثم أكل منه، وهي بداية الأمر والنهي. افعل لا تفعل، كل لا تأكل، اعمل لا تعمل، هذا حلال وهذا حرام. فأكل من الشجرة، فأكل منها. لم يكن هناك زنا في الجنة، ولا سرقة، ولا قتل، ولا رشوة، وإنما أكل من شجرة أحلها الله، ولكنه منع منها ونهي عنها. فلما فعل ذلك أخرجهما الله من الجنة، فقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فالذنب له عاقبة وله جزاء وله شدة من الله تعالى وله عقاب. كل ذلك دخل في نفس سيدنا آدم وفي نفس السيدة حواء، فكان هناك شعور كامل بالخطر الذي لحق بهما. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكانت المغفرة وكانت الرحمة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وانتهى الأمر. وكذلك سيدنا نوح عليه السلام يطلب المغفرة أول بأول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يطلب المغفرة لعلمه بقدرها وبما تعود عليه من الخير، وهو النبي المعصوم. حسنات الأبرار سيئات المقربين. فأدرك نفسه وأدخلها في الحصن الحصين، أن يكون في مغفرة دائمة مستمرة حتى يعيش عيشته الطيبة المباركة. وسيدنا نوح عليه السلام لم يطلب مغفرة لمجرد كلام عابر أو لفهم سطحي، وإنما علينا أن نتعلم من طلب الكبار كيف طلبوا ولما طلبوا وما هي العاقبة المنتظرة. وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يطلب المغفرة حتى يسعد بها وبدوامها عليه. وجاء سيدنا سليمان عليه السلام فطلب الملك، فقبل طلب الملك طلب المغفرة، أي أن يغفر له في ملكه حتى يدوم الملك طاهرا. فالملك لا يدوم مع الخبث، ولا يدوم مع الظلم والافتراء. الملك لا يدوم مع ترك أمر الله مهما كان الحاكم ومهما كان ملكه وغروره.
لا يدوم الملك يرضى الله عنه إلا إذا رضي الله عن صاحبه وعن أهله، فكان حصيفا في طلبه مدركا لحقيقة الملك وتثبيته، فلا يثبت الملك إلا بالمغفرة المستمرة. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فطلب تثبيت الملك قبل الملك، وطلب سر الملك قبل الملك، وطلب راحة الملك للعباد قبل الملك. فالملك لا يكون ملكا على نفسه، والحاكم لا يكون سلطانا على ذاته، وإنما هو ملك على الغير، يسأل عن علمه ويسأل عن أمنه ويسأل عن صحته ويسأل عن راحته ويسأل عن طريقه ويسأل عن حلاله ويسأل عن حرامه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وسيدنا داود والده عليهما السلام عندما يحدث أمر ويدرك أن ذلك بعيد عن رضا الحق سبحانه وتعالى، ليس زنا وليس خمرا وإنما هو استشعار بذنب يدركه بينه وبين الله وليس كبيرة من الكبائر وهو النبي المعصوم، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أيها المسلمون، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشره الله سبحانه وتعالى بالمغفرة ويعلمه شيئا فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففتح الله عليك سبب لمغفرته لك، وكلما رقاك إليه كلما غفر لك بلا ذنب ولا جريرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن هناك شيء قبل وهناك شيء بعد، ما قبل المغفرة وما بعد المغفرة. إنا فتحنا لك، فتح عليك بالإسلام، فالإسلام مغفرة كبرى لكل بشر ولكل إنسان. فإذا كان هناك إسلام كانت هناك مغفرة، فإذا وجدت المغفرة تمت النعمة وتم النصر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإذا تم ذلك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ولما تم الفتح أخبره أن المغفرة تأتي بالفتح، فإذا فتح عليك فاستغفر لفتح آخر ولنصر آخر
ولتأييد آخر مغفرة تأتي بالنصر، وبعد النصر لا لهو ولا معصية، بل بعد النصر استغفار حتى ينال المسلمون مغفرة ربهم لنصر آخر في واد آخر وفي أفق آخر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف يأتي نصر لقوم لم يفهموا المغفرة؟ في آخر سورة البقرة يرتب الله الأمور بعضها على بعض، والترتيب مقصود وبيان للناس. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترتب أمر على أمر، لا بد من العفو والمغفرة عما يقترف الناس في حياتهم وهم يعلمون ما يقترف من المعاصي والدنايا والذنوب والخطايا الظاهرة وما بدا من الفواحش. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلما تحقق محو ما في أرضهم من فساد وظلم وفواحش وكبائر استحقوا النصر والتأييد، استحقوا النصر على أنفسهم، استحقوا النصر على أعدائهم، استحقوا النصر على شيطانهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هل وجدتم خللا في القاعدة أو تغييرا في الترتيب فيها؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها المسلمون، أختار مثالا قرآنيا عظيما تحقيقا لما سبق القول فيه من الإسراع إذا حدث خطر، ومن الانتباه إذا بدا شر. الربا لم يغضب إلا القليل، وإنما أمة الإسلام هي راضية بهذا الفحش، واستمرت السنون وازداد الفحش فحشا وتفرع وتشيع وأصبح واقعا لا يستطيع أحد أن يجادل فيه. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فجاء بعد الربا بأمر السرعة، لأن الفساد كبير، ولأن العلة متمكنة. وبدل أن يسرع الناس في البعد عن الربا وعن تطهير أموالهم، ألفوا له اقتصادا خاصة وعلما خاصة ودروسا خاصة، وتشعب في علومهم ومدارسهم وجامعاتهم. إذن هي جرأة على الله شديدة. فالمغفرة ليست مسابح كما تتصورون، وإنما هي علة تزال وتقتلع وتنتزع مهما ترتب الأمر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل ذلك وأكثر من ذلك فتح الله أبواب رحمته للعباد، حتى لمن كفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأهل المعصية إذا تحركت مشاعرهم وانتبهت أفئدتهم واشترك القلب مع اللسان والظاهر مع الباطن، كانت المغفرة وكانت الرحمة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يروي الإمام الترمذي رضي الله عنه في روايته عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة فيما يرويه من الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أيها المسلمون، هي المغفرة بين أيديكم، وربك الغفور ذو الرحمة، رحمة واسعة فلا تحرم منها، لأننا قد حرمنا بعدمها الكثير.